اخطر اللاعبين في تسديد ضربات الجزاء الشول. كوليبالي مر على المواقف ده كتيره جدا جدا. كوليبالي الشناوي واقف بثبات وداخل لعب بيمينه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرا يا كولي، شكرا يا بالي، شكرا يا كوليبالي، الله ينور عليك يا روعه يا كوليبالي. الله، اللي جايه تخش بقى، اللي جايه تخش بقى يا مسهل يا رب. انا قلت بشماله، لعب كتير بشماله في الماتش، لكن دخل بيمينه، هي حلوه بس مش حلوه قوي، ضربت في بطن العارضه وضربت في الارض. شكرا صلاح، يعني واخد واخد وفي ليفربول واخد. يلا يا ابو صلاح، يلا يا ابو صلاح، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا صلاح، محمد صلاح، يلا يا صلاح، وهوبا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا صلاح، فضلك فضلك يا صلاح. اعصاب، بقول لحضراتكم مفيش اعصاب، اول مره اشوف خشيه بهارلك، هارلك تعملها، هارلك حطها بطريقه غير طبيعيه غير طبيعيه في سكتها، حطها بطريقه غير طبيعيه غير طبيعيه، يعني في حته صعبه قوي 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 قوي. اعصاب، هو متعود يلعب اخر. ساليو سيس الباك الشمال، اللاعب الثاني كان نفسنا نركب بكوره، معلش. ساليو سيس بشماله، يا عيني عليك يا شن، يا عيني عليك يا شن، ده لعيب درجه تانية يا ابني، ده لعيب درجه تانية. ساليو سيس ده لعيب درجه تانية. بقول لكم ايه بقى، الله يخليكم، اللي جاي يخلص. يا نهار ابيض، يا سلام عليك يا شناوي يا عظيم، يا شناوي يا عظيم، برافو عليك يا ساليو، لعيب درجه تانية. مستني انه ايه، مستني سنغال. كوليبالي ضيع ايزو، يا رب. مفيش اعصاب، ده يوريك يا جماعه الاعصاب في الملعب شكلها ايه. انفخ نفختك يا ابني وخش. زيزو زيزو زيزو، وهوبا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، معقوله دي يا جماعه؟ معقوله دي يا جماعه؟ كورتين وكورتين الاربعه يضيعوا؟ يا نهار ابيض يا زيزو، انا في الكور دي مش لازم اركن، مش لازم اركن، جات لنا فرصتين تين، واعظم اتنين بيشوطوا صلاح وزيزو. مفيش اعصاب، مفيش اعصاب. ايش ده، ما بيقلش. اسماعيل صار وهو مغمض، يا رب. اسماعيل صار، اسماعيل صار، جون، ده ما بيقلش. اول هدف، اول هدف، كان عندنا كورتين ورا بعض، مش معقول. مش عايز الوم، لكن اللي يضيع صلاح وزيزو مش معقول. بقول لك حط في الجون وخلاص، مش لازم تنشن، حطها بقوه وخلاص. الكره الثالثه لينا، هم جابوا واحده واحنا الثالثه اهي، لو جبناها نتعادل معاهم. السولية داخل، عمرو السولية، السولية، هوبا، هدف هدف. ايوه كده، ايوه كده، ده دخلت بالضالين، ضربت في بطن العارضه ودخلت جوه. ياه، ايه الاعصاب دي؟ مفيش اعصاب، مفيش. وضربتين شمال، حطها في الجون وخلاص. حلو، ضربت في بطن العارضه وسكنت، بتاعت كوليبالي ضربت في بطن العارضه وما سكنتش، الحمد لله. ديانج والشناوي، بامبا ديانج والشناوي، وهوبا، هدف. حلوه، حطيتها حلوه. بامبا ديانج، بامبا ديانج حطها حلوة، حط في الجول وخلاص، من غير ما تنشن، من غير ما تنشن. مين من عندنا داخل؟ عايز حمد، يلا يا درش. مصطفى محمد، الأعصاب الأعصاب الأعصاب. مصطفى محمد، مندي كل مرة يعمل حركات، هيطلع بره يروح يكلم الحكم. مصطفى، يلا يا درش. مصطفى محمد، مصطفى، هوبا. حرام عليك يا مصطفى، حرام عليك يا مصطفى، حرام والله يا جماعه، حرام. يا 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 كده، هم عندهم هدفين واحنا عندنا هدف اللي هو بتاع عمرو السولية. هم لعبوا، شوف الدخان بقى اللي ورا اللي شغال ده، كل شيء نصيب. يا رب، أمل أمل، لو ساديو جاب خلاص هتبقى 3-1، حتى لو أنت جبت هتبقى 3-2. يا رب يا رب،
ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني داخل، ساديو ماني 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 ماني، هدف. خلاص خلاص خلاص، مبروك. خلاص مبروك للسنغال، هارد لك لمنتخبنا الوطني اللي عمل مباراة عظيمة عظيمة عظيمة، ملحمة.